دخل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية المرحلة النهائية من التحضيرات والتدريبات للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي بمدينة كونا بالولايات المتحدة الأمريكية التي ستنطلق يوم السبت المقبل بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم. وواصل سموه والفريق البحريني للترايثلون التدريبات اليومية استعدادا لخوض هذه التجربة الجديدة التي يشارك فيها أبطال العالم وتحتوي على العديد من التحديات الصعبة. حتى سموه اللاعبين على البذل والعطاء في سبيل تحقيق إنجاز كبير باسم المملكة. وأكد سموه أنه يدخل السباق بمعنويات عالية لتحقيق نتيجة إيجابية ومركز متقدم في البطولة لإثبات التفوق في رياضة الرجل الحديدي، مؤكدا سموه أنه الآن يتمتع بقوة متميزة وأسرار على الوصول إلى الهدف بعد التدريبات القاسية التي أجراها في الفترة الماضية. وأشار سموه في الوقت نفسه إلى اقترابه من وضع اللمسات الأخيرة على التدريبات التي تشمل على تنفيذ الخطة الفنية التي ستطبق في البطولة وكيفية تجاوز التحديات في السباحة والدراجات والجري، مبينا سموه أن الجميع في كونا يتحدث بلغة التحدي والإصرار على تحقيق الإنجازات عبر خطة فنية محكمة لتوزيع الجهد البدني على المراحل الثلاث بطريقة متميزة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن البطولة لن تكون سهلة ومليئة بالصعوبات، وأن مشاركة أبطال العالم تزيد من حدة المنافسة وعدم التكهن بهوية الفائز، لكن سموه أكد امتلاكه الإرادة والعزيمة من أجل مملكة البحرين والترويج لها.